لا ملك عفو الله الله. ليس لملك الله. شكون هادو اللي توسطوا ليها في هذا الملف تعطوها باش تكون مع الناس اللي عاطيهم سيدنا العفو؟ حاشا ولله ان سيدنا الله ينصره يعطي الوحده بحال هذه عفو. انا كنعرف العفو كيتعطى لشي ناس اللي هما ضربوا ثلاثه الارباع تاع المده. هاد الايام كلشي كيتكلم على قصه الطفله جيهان اللي توفات في ظروف صعيبه بزاف. جيهان ضحيه مرات عمها اللي قتلاتها بطريقه وحشيه والاسباب جد تافهه، يعني جريمه مجانيه. وبعد ما قتلاتها تحكمات بواحد الحكم مخفف جدا. خليكم مع قصة جيهان وشنو اللي وقع لها مع مرات عمها. غنمشيو لمدينة آسفي وغادي نتكلموا على واحد الأسرة اللي متكونة من 6 ديال الأشخاص. الزوج سميتو يوسف ومراته سميتها نعيمة، وعايشة معهم الجدة اللي هي الأم ديال الزوج، سيدة كبيرة في العمر أم شلولة، وثلاثة ديال الوليدات. الكبير سميتو الهاشمي في عمره 18 سنة، والوسطانية سميتها إيمان وفي عمرها 17 عام. عاد البنيتة الصغيرة اللي سميتها جيهان. جيهان تزادت سنة 2013 وكان في عمرها آنذاك 3 ديال السنوات. مني تزادت جيهان كل شي فرح بيها، وكانت عزيزة بزاف على كل شي العائلة، وكانت بمثابة واحد الشميعة اللي نورت الدار ديال الأسرة، وباباها كان كيحماق عليها. هاد الأسرة كانوا عايشين بخير وعلى خير وحياتهم طبيعية بحال أي أسرة مغربية بسيطة. قبالة الدار ديال هاد الأسرة كاين الدار ديال عمهم. هاد عم جيهان كان ساكن مع مراته اللي سميتها عيشة اللي كتشتغل معلمة، وعندهم 4 ديال الوليدات. هاد العم كان عنده علاقة طيبة مع أخوه، وبحكم أن الباب مقابل مع الباب فهاد الجوج أسر كانوا متفاهمين وموقرين بعضياتهم. وبحكم أن الجدة ساكنة في الدار ديال ولدها يوسف، فالعائلة اللي بغى يزورها ويطمن عليها كان كيمشي يزورها في دار ولدها يوسف. نعيمة مرات يوسف كانت مهلية في عدوزتها وكتعاملها بحال امها، وحتى عدوزتها كانت عزيزة عليها بزاف نعيمة وكتعتبرها بحال بنتها. المهم دازت ايام وجات ايام، وهاد الجوج اسر عايشين بخير وعلى خير، حتى النهار 16/6 من سنة 2016 الحياة ديال هاد جوج أسر غادا تقلب رأسا على عقب. شهر 6 ديال هاد العام كان فيه رمضان. داك النهار يوسف رب الأسرة كان مسافر، ونعيمة مراتو مشات للسوق في الصباح تقدى داكشي اللي غيخصها باش طيب وجبة الفطور. وفي الدار بقات غير الجدة اللي ناعسة في فراشها في الطبقة التحتانية، أما الفوق فكانت إيمان واحد صاحبتها اللي سميتها سكينة واللي هي جارة الأسرة وساكنة حداهم. وكان معاهم في البيت الطفلة جيهان، بينما الهاشمي كان كيوجد راسو باش يخرج للخدمة. مع 12 ديال الصباح الهاشمي غادي يخرج باش يمشي لخدمته، سد الباب ومشى باش يهز الموتور ديالو، وهنا غادي يتلاقى حدا الباب مع مرات عمو. سلمت عليه وقالت ليها شخبارك وكيدير مع الخدمة ومع الصيام إلى آخره. سلم عليها الهاشمي وقال لها راني غادي للخدمة دابا. مرات عمو قالت ليه واخا ولدي شكون كاين في الدار؟ قال ليها راه كاينه جداتي وايمان وصاحبتها ومعاهم جيهان. قالت ليه صافي واخا انا غادي ندخل باش نشوف جدك كي بقات. الجده هي عدوزتها بطبيعه الحال. قال ليها واخا صافي بسلامه بسلامه. هنا مرات العم غادا تدق في الباب، سمعوها ايمان وسكينه اللي كانوا الفوق. ايمان كانت كتبدل حوايجها وطلبات من صاحبتها سكينه تمشي تحل الباب، وبالفعل سكينه هبطات تحل الباب، وهنا تبعاتها الطفله جيهان شدات ليها في يديها وهبطت معاها في الدروج. سكينة فتحات الباب كتلقى مرات العم سلمت عليها، وعاودات مرات العم سولت سكينة واش كاينه نعيمة وشكون اللي كاين في الدار. قالت ليها نعيمة راه خرجت تقدى والجدة كاينه في بيتها، وانا وايمان راه كاينين الفوق. قالت ليها مرات العم عيشة واخا انا غادي ندخل نطلع على عدوزتي كي بقات. قالت ليها واخا دخلي انا غادي نطلع الفوق عند ايمان، وشدات في جيهان باش تطلعها الفوق معاها. هنا عيشة مرات العم غادا تشد في جيهان من يديها وقالت ليها صافي غير خليها تبقى معايا. وصافي سكينة خلات جيهان مع عيشة وطلعت الفوق على أساس فاش غتكون غادا غادا تعيط ليها باش تجيب جيهان عندهم الفوق. دازوا 10 ديال الدقائق، إيمان وسكينة كيسمعوا واحد الرضخة كبيرة ديال الباب. هنا إيمان غادا دغيا تلبس حوايجها وهبطات باش تشوف اش اللي واقع. معاه هبطات كتسمع الدقان عاوتاني في الباب، وماشي دقان عادي لا،
دقان مجهد بحال الا شي حد غادي يقلع الباب من بلاصتو. كتحل باب ايمان كتلقى ولد وبنت عيشة مرات عمها، يعني لقات الولد وبنت عمها هما اللي كانوا كيدقوا بالجد. كتقول لهم ايمان مالكم اش واقع عليكم، مالكم كتدقوا هكا ومال وجهكم صفر؟ تيقولوا لها فينا هي اختك جيهان، فينا هي؟ تتقول لهم كيفاش فين كاينه جيهان؟ ياك هي مع ماماك، راه يالله ماماك جات عندنا للدار. هنا بنت عمها بدات كتضرب في خادها وكتقول صافي دارتها صافي دارتها. هنا ولد عمها غادي يدخل وغيمشي مباشره لبيت النعاس ديال عمو، لان جيهان كانت صغيره وداري لها واحد السرير صغير حدا الناموسيه كتنعس حداهم. دخل ولد العم ومشى نيشا لبيت النعاس وداز ديريكت للكونه اللي كتنعس فيها جيهان، لانه عارفها فين كتنعس. كتبعو ايمان وكتدخل البيت، كتلقى ولد عمها متكي على الناموسيه ديال جيهان وكيبكي، وكتبان ليها اليد ديال اختها. وهنا ايمان قالت ليه الحمد لله جيهان راها نعست غير في بلاصتها ما خرجاتش. وتتقول لولد عمها مسكين واش تخلعتي على جيهان، يصحاب لك راه تجلات. كتقرب حداه ايمان باش تسكتو من البكا، وهنا كتبان ليها واحد المنظر خطير عمرها تنساه مدى الحياه. ايمان كتلقى اختها جيهان مقجوجه بزاف بواحد الليبه والبنت ما كتنفسش. هزاتها ايمان وبدات كتحاول تفيق فيها وتحيد ليها ديك الليبه من عنقها، ولكن ما قدراتش لانها كانت مزيره بزاف على عنقها. هنا ايمان غتقول لولد عمها سير الكوزينه دابا وجيب ليا دغيا واحد الموس باش نقطع الليبه من عنق جيهان. جاب ليها الموس، قطعات الليبه، وفي هاد اللحظات صدر جيهان غادي تنفخ وغادا تبدا تخرخر بحال شي حولي مذبوح. شويه كيبان ليها الجسم ديال جيهان كله مفروق، اليدين والرجلين مهرسين والجسم كله مدغدغ ومهرس والنفس مقطوع في مره. هنا ايمان بدات كتغوت حيت عرفت ان اختها مسكينه ماتت الله يرحمها. في هاد اللحظات الام كترجع للدار كتلقى الجيران كاملين مجموعين على دارها، كتسولهم مالكم اش اللي واقع. شويه كتسمع بنتها ايمان كتغوت بحر جهدها وكتقول مرت عمي اللي قتلاتها، مرت عمي هي اللي دارت هكا لختي. كيسولوها الجيران كيفاش مرات عمك اللي قتلاتها باش عرفتي؟ تتقول لهم لان مرت عمي هي اخر وحده كتدخل عندنا للدار وكانت معاها جيهان، وواحد الشويه خرجت كتجري وردخات الباب ديال الدار. ديك الوقيته اللي مرات العم منين ردخات الباب مشات للدار هذيك الساعات وقالت لولادها راني قتلت جيهان وحطيتها في الكونه اللي كتنعس فيها. وهنا ولادها بجوج منين سمعوا هذا الشيء مشاو كيجريو كيدقوا في الباب. حلات عليهم ايمان وسولوها فينا هي جيهان، ومنين لقاوها ميته قالوا لها راه منى هي اللي دارتها. من بعد حضروا البوليس لمسرح الجريمه واعتقلوا مرات العم، ولكن ما بغاتش تخرج لهم من الدار، قالت لهم حتى تخويوا لي الزنقه عاد نخرج، يعني ما بغاتش يشوفوها الجيران شادينها البوليس ومخرجينها باش ما يتشفاوش فيها. وخلال التحقيقات دغيا اعترفت وقالت لهم اه انا اللي قتلت جيهان، شديتها باش نقتلها وهربت لي المره الاولى والمره الثانيه، ولكن المره الثالثه حكمتها مزيان وقتلتها، وكنت مخططه نقتل حتى عدوزتي معاها، ولكن ما كفانيش الوقت وسمعت شي تقيقي بالفوق، داكشي علاش اكتفيت غير بقتل جيهان وهربت. سولوها علاش قتلتيها، شنو دارت لك البنيته الصغيره، فاش اداتك باش تنتقمي منها؟ هنا السيده بدات كتدخل وكتخرج في الهضره، مره تتقول لهم ما عرفتش علاش قتلتها، مره تتقول لهم قتلتها باش ما تعذبش. السيده كانت غير كتخربق حيت جيهان كانت عايشه حياه زوينه بزاف وكانت محبوبه بزاف عند باها وامها وخوتها، وكانوا مفشينها بلا قياس بحكم انها كانت اخر العنقود. في الحقيقه ان مرات العم كان عندها واحد المرض سميتو الغيره، السيده كانت كتموت من الغيره على مرات لوسها نعيمه، وكانت كتغير من جيهان وتتقول علاش كلشي كيبغي جيهان كثر ما كيبغيو بنتي انا. السيده خططات كيفاش تخلص من جيهان وكيفاش تعذب ماماها عليها، وكانت تتقول علاش عدوزتي تتفضل عليا نعيمه لوسي وتتبغيها اكثر مني، وهذا علاش بغات تقتل عدوزتها حتى هي، كلشي بسبب الغيره والحسد والغل اللي معمر ليها قلبها. اذا المجرمه موالفه كانت كتجي عند لوسها نعيمه تطلع عليها غير بالبيجامه بحكم ان الباب على الباب، بخلاف داك النهار جايه لابسه الجلابه وهز في يديها الصاك
اللي مخبيه فيه الليبه اللي خنقات بها جيهان، وكانت عواله تقتل موراها حتى الجده، ولكن خافت تهبط ايمان وتحصلها. والجده منين سولوها البوليس على مرت ولدها شنو قالت لي هذاك النهار، قالت لهم ما جاتش عندي كاع وما شفتهاش، ما يعني ان مرات العم دخلت هي وجيهان نيشان لبيت النعاس وقتلتها تما وعاودت خرجت دغيا. الجريمه ما خداتش ليها اكثر من 10 ديال الدقائق، كانت سالات فيها مع البنت وهربات، دخلات قتلت البنت وخرجت حيت كانت عارفه انه ما كاين حتى شي واحد غيشوفها او اللي يحبسها. من بعد المجرمه غادا تطلب من خوتها باش يشدوا ليها المحامي الفلاني، لانها كانت كتعرفو، يعني ماشي اي محامي، ما يعني ان السيده بعقلها وعارفه كل شيء ومدركه كل شيء داكشي اللي دارت. مني المجرمه تعتقلات بداو خوتها كيروجوا لبعض الاخبار ان اختهم مريضه وكتعاني من اكتئاب حاد بسبب المشاكل الاسريه وعندها اضطرابات عقليه وما كانتش عارفه راسها شنو تدير، وهنا مستحيل تكون في الوعي ديالها وتقتل الطفله جيهان. وهنا الام والاب ديال جيهان تيقولوا كيفاش السيده حمقى وهي كتعامل عادي مع جميع الناس وما بين عليها والو، كون السيده حمقى كاع ما يخليوها تزاول مهنه التعليم، كون راه كتعدى على التلامذ في القسم، ولكن هذا الشيء عمرو طرا، كتمشي لخدمتها عادي، ما عمر تسجل عليها شي عنف ضد التلامذ او اللي حاولت تقتل شي تلميذ. وإلا كانت حمقى علاش عائلتها ما حضروش منها الناس باش يبقاو راضين معاها البال على وليداتهم، وكيفاش ان وحده حمقى تخطط وتدرس الجريمه وكيفاش تنفذها في وقت قياسي قبل ما تحصل. في المحكمه سولها القاضي قال لها كون كانوا والدين جيهان في الدار داك النهار كنتي غادي تقتليها؟ قالت ليه لا، انا بالعاني استغليت داك النهار حيت الدار كانت خاويه ودخلت ونفذت الجريمه ديالي. هنا القاضي قال ليها ايوا انت راكي ما حمقى ما والو، راكي عارفه شنو تديري. 3 شهور مورا الجريمه الجده مرضات بزاف بسبب الفقصه، وكانت ديما تتقول لولدها ومراتو عندكم تسمحوا للمجرمه ما تنازلوش ليها، وتوفات مسكينه. اما الاب فتأزم بزاف نفسيا ومرض بالقلب وخضع لعمليه جراحيه ولا كينعس غير بالادويه، ولكن مع ذلك بقى متبع القضيه ديال بنتو جيهان في المحكمه. المجرمه اعترفت قدام القاضي ان القتل ديال جيهان خدا ليها مده 5 دقائق فقط، بقات كتضرب في جيهان بكامل القوه ديالها وعنفتها بوحشيه حتى هرست ليها كامل يديها ورجليها والضلوع ديالها، تسببات ليها في 5 ديال الهرسات. عاد باش تاكد انها فعلا ماتت قجاتها بالليبه اللي زيرات ليها على عنقها مزيان حتى تخنقات البنت. طبيب ديال التشريح قال لهم واخا كون عاشت جيهان كانت غادا تعاني بزاف من اعاقه دائمه وعمرها كانت غادا تمشي او لا تتحرك بحال جميع الناس. المجرمه قالت للقاضي انا درت فيهم هكا باش نحرقهم كيف ما هما حرقوني، وديما كيفضلوا نعيمه وولادها عليا انا وولادي. بعد مجموعه من الجلسات القضاء غادي يحكم على المجرمه ب20 عام. ناضت هي طلبات من المحامي دير الاستئناف، وخلال مرحله الاستئناف غادا تزاد ليها 5 سنوات، اذا تحكمات ب25 سنه. من مورا الحكم الاب ديال جيهان غادي توفى مسكين بالفقصه، وغادي يخلي موراه وليد رضيع في عمرو 8 شهور تزاد من مورا الموت ديال جيهان وسماوه جهاد. الاخوه ديال المجرمه كيعتبروها بمثابه الام ديالهم وما صبروش على انها تحكم ب25 عام. هنا غادي يدفعوا الدوسي ديال النقد والابرام، وجابوا شواهد طبيه على ان اختهم كتعاني من اكتئاب حاد واضطرابات عقليه، وانها ما كانتش في الوعي ديالها ساعه ارتكاب الجريمه، وانها بسبب الامراض النفسيه والجسديه ما تقدرش تستحمل تكمل 25 عام في الحبس. ومشاو عند ماما جيهان وطلبوا منها الصلح، وقالوا لها رختنا غادي ندفعوا عليها اي مبلغ غير باش تخرج من الحبس، وطلبوا منها التنازل مقابل 24 مليون. هنا ماما جيهان قالت لهم باباها في حياته عمرو تنازل على حق بنته، وحتى انا مستحيل نبيع حق بنتي ولو بمال الدنيا. قالوا ليها طلبي اللي بغيتي، حنا بغينا نشريو حريه اختنا باش ما تبقاش في الحبس. قالت لهم ماما جيهان انتوما بغيتو تشريو حريه اختكم
وانا باغا نشري ثمن رجوع بنتي للدنيا. صافي وجرات عليهم. من بعد دازت القضيه في النقد والابرام، وهنا غادي تنقصوا ليها في الحكم وغادي ترجع 10 سنوات بدل 25 سنه. واكثر من هذا الشيء، المجرمه غادي تستافد من العفو الملكي وغادي تخرج من الحبس بعد ما دوزات فيه 8 سنوات فقط. وغير السيمانه هذه باش خرجت من الحبس ومشات تعيش في دار والديها. العائله ديال جيهان تصدموا بزاف من سمعوا هذا الخبر، كيفاش ان اللي قتلت لهم بنتهم بطريقه وحشيه وبدون سبب وجيه غادا تدوز 8 سنوات ديال الحبس فقط وتخرج وتعانق الحريه بحال الا ما دارت والو. هذا الشيء خلى الام وخو جيهان يعاودوا يسترجعوا الالم ديال الوفاه ديالها بحال الا يالله جيهان تقتلت غير البارح، والجرح عاود تفتح من جديد. والصدمه الكبيره هنا من المجرمه فاش خرجت من الحبس ومشات لعند عائلتها، قالت لهم انا خصني نرجع لداري عند راجلي وولادي. قالوا لها راه ما يمكنش، ما خصكش ترجعي تما، واش نسيتي اش اللي وقع؟ قالت لهم مالي انا شنو درت بالسلامه، راني دوزت العقوبه ديالي ودابا خصني نرجع لداري ونتسامح مع نعيمه والله غفور رحيم. خوت عيشه المجرمه مشاو عند نعيمه لدارها وقالوا لها شوفي راه ختنا قالت لينا باغا ترجع لدارها وحنا عيينا معاها باش ما ترجعش، ولكن هي مقصحه راسها وقالت لينا والو داري غادي نرجع ليها حيت انا ما درت والو. وقالوا لها شوفي مع لوسك اللي هو راجل المجرمه، قالوا لها سيري عنده وقولي ليه يبيع الدار ويتحول لشي بلاصه اخرى باش تفاداو المشاكل. نعيمه تقول لهم لوسي كون كان كيراعي الولاد خوه كون النهار الاول منين مرتو قتلت ليا بنتي كان خاصو يبيع الدار ويرحل هو وولادو من حدانا، وكان عليه يطلق مراتو ماشي تشبت بيها. مراتو راها قتلت ليا بنتي جيهان وبسببها مات خوه امه بالفقصه. ديك المجرمه راها قتلت ثلاثه ديال الرواح. تخيلوا معايا هاد المجرمه تدوز 8 سنوات فقط ديال الحبس في جريمه قتل طفله بريئه، ومن بعد ترجع لدارها والام وخو جيهان غيوليو يتقابلوا معاها كل نهار حيت الباب على الباب. واش هاد الشيء كيتقبلوا العقل؟ هاد الشيء راه عيب وحشومه. خو جيهان مشاو عند عمهم وطلبوه وقالوا ليه عافاك عمي بيع الدار وسير لشي بلاصه اخرى وما تجيبش لينا مرتك لقدامنا، مرتك اللي قتلت لينا اختنا. قال لهم كونوا هانين عمرها غتجي هنا، ولكن لحدود الساعه ما باعش الدار وما تحولش منها وما كرهاش باقي فيها، ما يعني انه سواء اليوم ولا غدا راه المجرمه ترجع لدارها. وهذا الشيء بحد ذاته راه خطير جدا. تخيلوا معايا خطوره الامر، راه ممكن توقع جريمه اخرى لا قدر الله. ممكن المجرمه شي حد يفقد الاعصاب ديالو ويمشي ينتقم منها ويقتلها، او ممكن هي تكون مصره ترجع باش تقتل شي حد اخر من خو جيهان، مثلا تقتل خوها الصغير اللي تزاد من موراها. شكون ضمن هاد المجرمه فاش كتفكر وعلاش قاده؟ حيت راها خطر كبير على المجتمع. الام ديال جيهان كتقول بنتي تقتلات جوج ديال المرات، تقتلات نهار صفاتها ليها مرات عمها، واليوم عاودت ماتت منين خرجت من الحبس غير بثمان سنوات وما كملاتش العقوبه وخرجت في مده قصيره بزاف. ماما جيهان كتطلب من المغاربه يوقفوا معاها تاخذ حقها من المجرمه لانها حاسه بان القانون ما نصفهاش.